قرر أهالي تجمع عين سامية البدوي 37 عائلة بدوية يوم أمس الترحيل والرحيل عن التجمع الواقع شرق مدينة رام الله والذي يقيمون فيه منذ ستينيات القرن الماضي، الرحيل عنه بسبب مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم على أصحاب المنطقة. واسمحوا لي مباشرة أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي ممثل التجمع تجمع عين سامية أبو ناجح. يسعد صباحك عم أبو ناجح وأهلا بك. أهلا وسهلا فيك، الصباح الخير. تحياتي لك. يعني عم أبو ناجح، لمن لا يعرف هذا التجمع، ضعنا في صورة حول هذا التجمع، عدد السكان يلي موجودين الآن فيه، برضو إيش اللي صار يوم مبارح؟ أولا صباح الخير، أهلا فيك. التجمع إله من سنة 80 ما تحرك من المجمع هذا، من 80. سمعتني؟ نعم أكيد أكيد، تفضل. من 80 وإحنا هان شايفة، وكانت الأرض مفلوتة من هان تحت البرية، إحنا معيشتنا من الحلالات. نوفر نطعم 3 أشهر ونوفر الباقيات، فسنا من 5 سنين وجاي 6 سنين صار المستوطنين حول تبعين التلال هذول بالغنم معهم غنم وشي ضيقوا علينا نعاني. اللي عنده 200 باع 150 وخلى 50 ومش قادر يطعم الا هسه لانهم فشتيك محشرات. بعدين صار من سنتين وجاي صاروا يهاجمونا على البيوت في الليل الساعه 1 بيصيروا يضربوا حجار على البركسات واولاد نايمين ويصيروا يصيحوا. سمعتني؟ سمعتك اكيد، تفضل. شايفه؟ بعدين ضايل نعاني، لا طال علينا الحكومه، هيئة الجدار الله يخلف عليها هي اللي يبن نتصل عليهم يجوا يبعدوا ساعة الزمان ومروحين. يعني عم أبو ناجح خلينا نحكي عن عدد سكان يعني بشكل كامل في هذا التجمع، إيش عددهم؟ والله بالضبط حتى أكون صادق إني ما بعرف عددهم، كنت تقريبا 200-220 210 هيكش. يعني برضو مواقع التواصل الاجتماعي امبارح نشرت انه صارت في عائلات عم يعني بتهجر من هذا المكان وبتلم اغراضها ويعني بيروحوا لاماكن غير معلومه الى الان. احكي لنا عن عدد العوائل يلي لحد اليوم تهجرت. والله تقريبا هالساعه كل العوائل اللي ما راح من محل صار يهد في البركسات، ما رايح يظل ولا واحد فيه، لانه اول قبل 3-4 ايام أجوا على واحد من جماعتنا من نفس الجمعة، أخذوا 37 رأس غنم تنقون تنقي، والشرطة موجودة ومكلب شراع على الغنم وزعمنا مسوي جريمة والجيش موجود. يومين الشرطة والجيش يكون موجود، شو ظلنا عاملين بدنا نتشكى إلا لله بس. نعم، يعني عم أبو ناجي خلينا نحكي عن طبيعة الاعتداءات يلي أنتوا أهالي هاي المنطقة بتتعرضوا لها بشكل يومي بشكل مستمر أيضا. والله امبارح بالضبط أجي حط عجل من هان إنه الزرع قمح، يمكن كل قطع فوق طنين قمح تسوي خصاب هالسنة. والله امبارح طلعوا وشافوه تبعين الجدار وهي تبعين السلام عند يروح ويجوا عليهم مهراد عليهم، فإحنا دائما متعرضين للخطر. في الليل يجونا يقولوا أولاد في الليل وفي النهار، والله ما احنا قاعدين متراجين، ظل قاعدين صامدين في الأرض، آخر شيء ما في حد مبحث علينا. فإحنا والله إحنا حلالاتنا أبدا من كيش، أجوا هذيك تدوب صوروا الغنم كل القطعان اللي عندنا صوروهن، بكرة يجي يقول هذول هاي صورهن هذول إيدي. نعم، يعني عم أبو ناجح إحنا الناس عايشة من وراء الحلالات، طيب وما حد قال زراعة مبحرة ولا حكومة مبحرة ولا أكثر ولا أقل. بعدين مجمع زي هذا تعدي فيه من كم من واحد يوم يجوا عليها هيهم يخشوا على المدن وعلى القرى، والقرى مش زي عندنا هذا مجمع صغير ومش حد مبحر، لا أصحابين أرض ولا غيرهم ولا غيرهم. طيب يعني عمو لو نيجي نحكي، احنا اليوم عم نشهد في عنا 37 عائلة بدها تهجر تهجير قصري بسبب اعتداءات المستوطنين عليهم بشكل مستمر وبشكل يومي، نيجي نحكي ليش ما فيش اي تسليط اعلامي وضوء اعلامي على هاي المناطق، خاصة انه المناطق هاي اليوم عم تشهد نكبة جديدة. والله انت جيتي على الوجع، والله بنتصل على هالتلفزيونات وعلى
تبع الصحفية من احترامي لهم والله ما واحد يصلنا إلا يوم يصير ناس أجانب يجوا على المدرسة اللي عندنا هذه اللي حكموا عليها في الهدد شايفة يجوا مع العالم اللي يجوا بس هيك نعم. ويوم انك تتصل عليهم يا عمي تعالوا هل صار عندي حال تعالوا صوروا شوفوا والله ولا حياتي من نادي. نعم يعني عم أبو ناجح يعني إحنا بنشوف دائما يعني الإعلاميين متواصلين لهي المناطق، دائما بنشوف زيارات من الاتحاد الأوروبي، زيارات من المؤسسات الحقوقية لهي الأماكن خاصة المهددة دائما بالتهجير، يعني عم بنشوف هاي الزيارات بشكل مستمر بس ما فيش أي تأثير إلها على أرض الواقع، يعني إيش بتعني لكم هاي؟ اسمحي لي هسه اتفضل. يوم يجوا تبعين الأوروبيين يجوا صحفية معهم، اما يوم يصير عندنا احنا مشكله ونتصل على الصحفيه اخر شيء يقول لك يا عمي ايش يصير معكم بلغونا، طيب ايش استفدت انا؟ يا ملك ما تجي وتنظر تجي على الواقع وتشوف بعينك يختلف عن التلفون. اكيد اكيد. فاحنا والله ما في والله ما يجوا غير من جي حفلات بعد شكل وعلى الفاضي، والله لا سووا لنا فائده لا الاوروبيين ولا غيرهم. نعم يعني عمو انت امبارح برضو حكيت لي عن الاعتداءات اللي كانت متواصله حتى ساعات متاخره من الليل، كان في هناك يعني وجود لمستوطنين بشكل دائم عندكم في هذا التجمع، يعني خلينا نحكي عن وجودهم، هل على مدار ال 24 ساعه في وجود في انتهاكات في يعني احتكاكات مع المواطنين ام ماذا؟ والله شوفي انا والله ما بقى ان شاء الله الله يهدينا على الصدق وعلى الحديث الصح، والله يا عمي يا منهم يجوا أوقات متتالية يغيبوا يوم مثل يوم السبت ليلة الجمعة مش كل الأوقات أوقات والله يوم السبت يجوا شايفين والله يجوا الساعة واحدة وأطفال نايمين ويصيروا يضربوا البركسات لينكو الحجارة تسمح طقطق يوم نفزع عليهم بيروحوا ويغيبوا الساعة ويرجعوا من ثاني محل والله إلا يوم النهار يطلع أولاد يصيحوا وأقلقوهم والله العظيم ما نعرف دمعنا أكثر ولا قالوا هذه حكومة شو بدك الحكومة معهم شو بدك تعمل فيهم؟ عم خلينا نحكي مش الناس عجل ما في معهم شيء ولا قادرين نعمل أي حاجة. أكيد. عم خلينا نحكي عن سبل تعزيز صمود هدول الناس اللي موجودين اليوم على في هذا التجمع منذ الستينيات، يعني احنا بنحكي عن ما يقارب 60 سنة ما يقارب أو أكثر من 70 سنة اليوم عم بعيشوا نكبة جديدة بعد 75 سنة من النكبة، يعني كيف ممكن إنهم يتثبتوا على أراضيهم وإنهم يصمدوا في وجه هذا المحتلة؟ والله أنا بقولك كيف والله يوم أنا المجمع زي المجمع هذا والارض يضيق الارض عليك علي احنا في شيك يعني كل حالنا في ظل في الشيك ما بسرع يوم انه يلقى دعم عليه ويلقى ناس كل يوم يطلوا عليه وفي الليل يطلوا عليه وفي النهار بيجوا عليه والله يتقوى ويثبت. اما للاسف ماشي هذا ما في منه نهائيا. أكيد. يعني عم أبو ناجح رسالتك الأخيرة للإعلاميين للمؤسسات الحقوقية للمؤسسات الإعلامية للحكومة الفلسطينية لحتى إنها توقف في وجه هذا المحتل وإن يكون هناك أيضا يعني طرق لتعزيز صمود المواطنين وأيضا يعني منع هذه النكبة الجديدة من أن تحصل مرة ثانية. والله أنا بودي رسالة للصحفيين وللإعلاميين كلهم من احترام لهم الاحترام الشديد ذكرت الله ومن الجمعيات ومن غيرهم يوم انه بده يخلي واحد يصمد لازم يكون دائما موجودين عنده دائما يدعموه باقل تعديل في الشعير للحلال في غيره في اي محل حيهم يدخلوا على المدن مش سلمان منهم على الكرة يدخلوا يعني وين ما بدي اروح الساعه هالساعه والله ما نعرف وين اروح لان كل الارض فيه ما يخلوني ننزل فيها يعني هي حواجب في الشمس. نعم يعني لو بدنا نيجي نحكي ايش هاي الارض بتعني لك؟ ايش هذا التجمع بيعني لك؟ يعني انت كمسؤول عن هذا التجمع مسؤول عن 200 يعني مواطن و37 عائله. اسمحي لي احنا هسه مش اول واحد وين ما بده يرحل وينسد احنا من الثمانين سكننا هان والتبليغ عندنا وهي كل المجمع هذا كله في المحكمه كله في المحكمه وفي محاميه واقفه من الجدار ومن مكتب القدس واقفين محاميه حطوا محاميه ف فايده ما في شايفه
بس تصمير والله اذا واحد تعطيه ابره تخدير يخدروا فينا تخدير. ما في محل اللي سلمان منهم. فاحنا يوم نجي وما نشوف احد مبحر علينا ولا حد سائل عنا وخليكم صامدين خليكم صامدين. ليه انت هاي احنا خمس ست سنين نعاني ليل نهار. نعم نعم، يعني انت حكيت انه في يعني قضيه في المحكمه، في اي محكمه، مع مين المحاميين؟ مكتب البوليس عبد الله حماد وهيئه الجدار وقفوا محاميه، ما اعرفش انا المحامي مين. يعني ما فيش اي رده فعل، ما فيش اي يعني نتائج ايجابيه لحتى انهم وقفوا هذا التهجير؟ والله اخر شيء المحامي حكى لي، محامي المدرسه قال والله اخر دفاع ما ضل وحكموا فيها في الهدد بس شغله ايام. يعني عم لو نيجي نحكي عن يعني طبيعه الحياه في هذا التجمع، هل في مدارس؟ كيف العالم عم تتعلم؟ كيف طبيعه الحياه؟ على ايش معتمدين اهالي هاي المنطقه؟ في عندهم مدرسه وفي الغرف الصغار اذا اسمح لي بالله جاري تليفون. ألو نعم. إذا اسمحوا لنا مشاهدينا أن نطلع الآن على هذه الفيديوهات والصور من تجمع عين سامية المهددة بالتهجير. طبعا 37 عائلة مهددة بالتهجير في هذا التجمع، وأيضا قرروا يوم أمس هذه 37 عائلة بالرحيل عن التجمع الواقع شرق مدينة رام الله والذين يقيمون فيه منذ الستينيات القرن الماضي، الرحيل بسبب مواصلات اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على أهالي المنطقة. وكما ذكر أيضا العم أبو ناجح مسؤول وممثل التجمع البدوي في عين سامية أن هناك 37 عائلة يعني تقرر الرحيل لهذا اليوم ولا يعرفون أين ستكون الوجهة الأخرى بعد هذا الرحيل. وأيضا ذكر أن هناك مدرسة في هذا التجمع وسيحرمون الأبناء والأطفال من التعليم في التجمع. إذا عم أبو ناجح أنت حاليا معنا؟ معك. اتفضل عم أبو ناجح. كنا نحكي عن طبيعة الحياة في هذا التجمع، كنا نحكي عن طبيعة التعليم، عن تعليم الأطفال، وين وجهتهم الثانية؟ هل حيحرموا من يعني أبسط حقوقهم في هذا، من حقوق العيش، من التعليم، من أيضا يعني الحياة بعيش كريم؟ والله في تهميش في التعليم كثير عندي، لان المسافه بعيده ومن المستوطنين ما بقدروا، كانوا يمشوا مشي 7 كيلو بعض اوقات يبدوها مشي، بس يا عمي صار المستوطنين صاروا يخافوا، حط جابوا لنا مدرسه هان لها سنتين تقريبا الصف السادس، اولاد الصغار بيقروا فيها وفي سياره من التربيه والتعليم توديهم مع كفر مالك الكبار. شايفه؟ بس والله هالساعة يوم نرحش هالساعة بيقولوا حتي في بعض ناس بيحكي انه بالمعنى انت لازم تظل صامد هان، واذا طلعت من هان ما كل المدارس ما يقبل اولادك، ليش انا جاي اجنبي انا ولا مش فلسطيني انا؟ طيب يعني احنا عم نحكي عن يعني ترحيلهم من هذا يعني التجمع قصريا، وين وجهتكم انتم ك 37 عائله؟ هل في وجهه مقرره تروحونها؟ هل في مؤسسات معنيه فيكم؟ هل في تواصل مع اي مؤسسات؟ والله ما في مؤسسه، بعدين ما فيش محل لياسع 37 زي المحل هذا، الحين كل واحد كل عائله عائلتين عروس، مش لاقي اللي راح باع الغنمات وسكن في دار، واللي لزق في جنب بلد وحاله على الساجر لقطعة أرض وحط أولاده فيها، يعني ظل من واحد اللي يقرأ في المدرسة يعني جنوب بعضهم بدهم يحطوا. فإحنا نطلب أنهم يرحلوا لنا المدرسة هذه معانا ويوفر عليهم ويخلف عليهم. نعم، إذا اسمح لي عم أبو ناجح، إلى هنا أود شكرك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي ممثل التجمع تجمع عين سامية العم أبو ناجح، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.